الدكان مراقب. والله فرد مرة مراقب. ايه في رجال ما شال عينه عن دكاني. في سيارة واقفة قريبة من هون. ما في زاوية ما حاطين فيها شاب. انت عم تحكي عن الاخطبوط البيروتي. فرجينا شو في بالشنطة. بس عفواً ممكن أعرف ليش؟ حضرتك صاحب الدكان؟ أنا لا، لا ماني صاحب الدكان، بس أنا مستثمر. مستثمر؟ رح أسألك سؤال وما بدي لف ودوران. هاي الشنطة اللي أعطيته إياها شو فيها؟ غراض مصين عليهم. غراض شو؟ يعني في رز، سكر، مخلل، هيك شيء. مخلل؟ تفضل معنا يا يوسف غريب. تفضل. خير شو في؟ تفضل معنا وبعدين بتعرف. بس لحظة، قانونياً لازم أعرف مشان شو أخديني ولوين. تتفضل معي وبعدين بتعرف. خلص بروح لحاري. بروح لحاري. اتركه. قرب.